ومن الفوائد أيضا من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرد على جميع أهل الباطل بجميع أنواعهم، سواء من أهل الشبهات والضلالات والانحرافات في الدين الذين يلبسون على المسلمين دينهم، أو من أهل الشهوات والضلالات في الانحرافات، انحرافات المعاصي والشهوات من كبائر الذنوب. فإن من عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته علم ما هي الطريقة الصحيحة في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يلبس عليه مبطل يأتي فيستدل بأحاديث أو بسيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الضلال وعلى انحراف، سواء في الاعتقاد كما يدعي أهل الباطل من كل فرقة من فرق الضلالة، أو ما يدعيه أهل الشهوات.